السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة عليك يا حاج وعلى أمة محمد كلها. آمين يا رب. الأصول والدين والعرف يقول إن كنت إخوات اتحاسبوا، ما بالك أب وابنه. خير. أنا دلوقتي راجل مديون، حلو؟ مديون عليا فلوس والله. أنا عمري 24 سنة، تمام؟ سيبك من 24 سنة، خلينا نتكلم لحد ما كان عندي 6 سنين، أكيد ما كنتش أفهم حاجة، صح؟ تمام. عملتولي فيهم في الست سنين دول كام مناسبة؟ هنقول 6 اعياد ميلاد وضيف عليهم عدد واحد سبوع، يعني بتتكلم في 7 مناسبات. سيبك من لميت كام، الله اكبر، انت اكيد عملت لك خميره حلوه. انا كنت واخد بالي انت اكيد عملت لك خميره حلوه. لو افترضنا ان في كل مناسبه منهم اقل حاجه لميت 100 جنيه، في السبع مناسبات دول بتساوي 700 جنيه. طبعا انت لميت اكتر، الله يبارك لك، مش محتاجين منهم حاجه، انا راضي بال 700 جنيه اللي احنا تمناهم. استأذنك انا عايزهم عشان مديون، والله عليا فلوس. ام من وشي. طيب هبسطها لك، احنا ممكن نشيل من ال 700 ضرايب 200 جنيه يبقوا 500. انا عايز، انت ساكت، انت متفائل قوي ليه كده يالا؟ عشان هتديني فلوس 500 جنيه. هو انت لسه غبي يالا؟ اتصرفوا. طيب صل على النبي. ممكن نشيل زي ما شلنا الضرايب نشيل دمغه، انت فاهم، مع انها ما بتنفعش. فال 500 هيبقوا 400 جنيه. ام من وش تاني. انا مش موظف حكومه، مش عارف اشيل اكتر من كده. مش مشكلتي. طيب احنا ممكن نشيل فوائد وضرايب وتامين صحي يوصل المبلغ 13 جنيه. ابوس ايدك 5 جنيه واقوم. عاوز فلوس؟ عارف باب الشقة؟ أيوة. افتح وانزل. وهتديني فلوس؟ افتح وانزل، يلا يلا بالسلامة بره. أنا هشتكيك بالورق ده، أنا معايا ما يثبت إن أنا كان ليا أكتر من 700 جنيه. أنا فاكر عمي إداك فلوس، وعمتي وخالتي وخالي. ده أنا لميت لم. أهو لميت لم، ده أنا هتصل دلوقتي. والست دي كانت بتنصب عليا، اللي قاعدة في وشك دي، كانت تقول لي احوشهم لك اجيب لك تيشيرتات العيد، وبتنصبوا عليا. يا عالم ما يعلم بيكم الا رب، ده انا هادي عليكم النهارده في الصلاه.